وحملتنا أيضا حملة مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من هذه الحملة، وهي أيضا حملة تفاعلية تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا كما سيتضح لكم بعد قليل. أخيرا، حملتنا حملة جامعة لجميع المصريين، عابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب، سواء كان في مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، متبنية سياسة الحوار والانفتاح على الجميع مع الاحترام الكامل للقانون المنظم للعملية الانتخابية والجهات القائمة على ذلك، وكذلك كافة المرشحين. أما على المستوى القانوني واللوجستي، فقد طلبنا من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح، ونؤكد مرة أخرى على احترامنا لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وعزمنا على تطبيقها التطبيق الكامل نصا وروحا. السيدات والسادة الحضور الكريم، في الفترة التي تلت التدشين اتبعت الحملة بناء على توجيه المرشح سياسة الأبواب المفتوحة، فقامت بدعوة الجهات والمؤسسات التي أعلنت عن تأييدها لموقف مرشحنا في هذا المقر، لنتقدم لها بالشكر ونطلب منها الدعوة للترويج للعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم وتنسيق الجهود. وخلال هذه الفعاليات ناقشنا العديد من الأفكار والظواهر، والحقيقة أننا قابلنا عددا كبيرا من المؤسسات والأفراد، وسوف أعرض لحضراتكم بيانا تفصيليا عن هذه الأنشطة واللقاءات. كما قمنا بناء على توجيه المرشح لنا بدعوة عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات، ونعتزم الاستمرار في عقد هذه اللقاءات التشاورية للاستفادة من عقول المصريين وخبراتهم المتراكمة لخدمة الوطن في مختلف المجالات، وبما يجعل رؤية المرشح رؤية جامعة تحيط بجميع وجهات النظر والآراء.